其他的可能。那当然，现在什么都是在看，慢慢啊，我很开心的，就是放放 ，is my steroids. Steroids on that at the highest reward high percent compound. That's more steroid use. Steroid use is today a word of our American modern relation of word do I look at that way? Steroid use.Word that is meaning is more hydrophilicity. Yani hydrophilicity. Ah, didn't hydro. Yani fully saturated. El finansli nafsu unsaturated. Ebar antelete benzin ring shakifwa. Ah, amma khali saturated is a meter hydrophilicity. Wa akhan kita bool steroid ring ma hydrophilicity. Per hydrophilicity. Hydrophilicity yani di.But for hydrophilicity, from marine A, B, and C. On the NPT has a partial carbon atom. Nucleus and SAP has a partial carbon atom. We know that when the power has been A, on this antiproton, access to get down. Where has been the letter B, but in terms of historical event A, B, when chemical B, set of the amount of many of this, over the national historical event A, B.ونكمل فريم سي 11 12 13 14 13 14 مشتركين بين سي ودي ونكمل في دي 15 16 17 وعرفنا كل البوزيشن في 4 بوزيشن مهمين نمره 3 ونمره 10 ونمره 13 ونمره 17 وعرفنا ان في نمره 3 دائما في اوكسجين يا اما دار بوند او يا اما او اتش نمره 10 دائما فيها شابك سي اتش 3 شابكه فيها كل وقت ونمره 13من أستروجين ما فيش شيء في تريب عشرة وفي الألدوسيرون 13 فيها الألدهايد وبعدين 17 فيها أكسجين أو سايد شين يعني إيه سايد شين؟ يعني نمبر كاربون أتومز أوكي؟ يا أكسجين أو أو إيه شيء إما سايد شين لو نعرف القواعد إيش تسهل عليا بعد كده معرفة الديفرنت ستيرويدز كل ده قلناه المرة اللي فاتت قلنا يعني ألفا وبيتا قلنا ألفا يعني بلو ده بلين وطمركيول وبيتا يعني أضافة بلين وطمركيول وبنفرق بينهم خاطر نقص الألفا ومستمر في ألفا بعد كده هنقسم الستيرويدز إلى ثلاث مجموعة مجموعة هنسميها ستيرويدز مجموعة هنسميها ستيرويد هرمونز ومجموعة هنسميها بايل أسيدز يعني إيه ستيرويدز؟Steroid 2 حيثيه Steroid ايوه Steroid على Steroid هي originally meant معناها solid ايوه هي solid دي لان هم high hydrocarbon فيهم عدد كبير من carbon atom زي ما بنشوف فيهم على الاقل 27 carbon atom من Steroid بس من الاستشهاد انه فيهم ايه كمان OH alcohol Steroid hormones سميناهم كده لانهم هرمونز Steroid hormones من الهرمونز الهامة جدا عندي وبتشمل نوعين نوع بنسميه sex hormones ونوع بنسميه corticoids sex hormones يشمل male sex hormones و female sex hormones الmale sex hormones اسمهم ايه؟ androgens هنعرف مينهم الfemale sex hormones منهم نوعين نوع بنسميه estrogens والتاني بنسميه progesterone اوكي؟الاستروجين فيهم 18 كربون اتوم والاندروجين فيهم 19 والبروجسترول فيه 21 اوكي طب كل الاستروجين فيهم 18 كربون معناها ايه معناها ان بالاضافه ان ما ننساش الستيرويد لينك كان فيها كام يبقى في واحده كمان زياده مش كده تفتكروا زياده دي هتحتاجكم فين 13 في 10 ولا 13 13 ليه مش 13 عشان احنا قلنا القاعده العامه ان 10 ما فيهاش حاجه في حاله الاسم يبقى لازم تكون شابتر هنشوف بقى على كده سنه كده بعمل له مقدمه الاندروجين بقى فيهم في 10 و 13 عشان كده فيهم 19 حرف البروجسترول في 10 و 13 بالاضافه نمره 17 عشان فيها 2 كاربون عشان كده التوتال كاربون 21 زي ما احنا الكورتيكويد زي البروجسترول برضه فيهم 21 كاربون
اوكي الكورتيكويدز ليه يا ترى بنسميهم كورتيكويدز جايه من ايه كورتيكويدز ايوه طالعين من الادرينال كورتكس الادرينال تعرفوا الادرينال جلاند ولا الادرينال جلاند ده كورتكس هو ايه ومدى مدلع سكريت ايه نورادرينالين وادرينالين دي مدلع دي تعتبر جزء من النيرفس سيستم ها انما الكورتكس كورتكس يعني ايه اولا يعني قشرة لأنه موجود على السطح المدلع في الوسط والكورتكس حوالين المدلع اوكي فالادرينال كورتكس هو اللي بيفرز الكورتيكويدز سميناهم كورتيكويدز لأنهم طالعين من الادرينال كورتكس ودول في منهم نوعين حسب الفانكشن بتاعهم جلوكوكورتيكويدز ومينرالوكورتيكويدز ليه ترى بنسميهم كده؟ جلوكوكورتيكويدز لان تاثيرهم كبير على الكربوهيدرات ميتابوليزم جلوكو جايه من الكربوهيدرات جلوكوز ها؟ طبعا هو مش جلوكوز بس يعني عموما الكربوهيدرات ميتابوليزم المينرالوكورتيكويدز بيأثروا على ايه اسمهم؟ على المينرال ميتابوليزم بالاخص صوديوم اند بوتاسيوم بالاخص ايه؟ صوديوم اند بوتاسيوم دول المينرالوكورتيكويدز اوكي؟ الفايل اسيدز بقى دول سكريتد باي ذا ليفر زي ما هنشوف كمان شويه وبينزلوا ان باي على ايه؟ باي فولز ها؟ باي اسيدز بالعربي هو ايه؟ احماض صفراء وباي فولز املاح صفراء سمعت عن املاح صفراء قبل كده؟ زمان في الثانوي ها؟ من ضمن وظائف الكبد ان هو يفرز ايه؟ املاح صفراء بتعمل ايه املاح صفراء دي؟ بتساعد على هضم وامتصاص الدهون digestion and absorption of things. اوكي؟ هندرسهم ان شاء الله ونعرف بالظبط ايه تركيبهم ونعرف ازاي بيساعدوا على هضم وامتصاص الدهون. اوكي؟ هنبدا بالستيرويدز اللي هم ستيرويد الكحول. ستيرويدز هنقسمهم حسب تواجدهم موجودين فين؟ يا اما في الحيوانات يا اما في النباتات يا اما في الفطريات. لو كانوا موجودين في الانيمالز بنسميهم زو ستيرويدز لان زو معناها انيمال في النباتات بنسميهم فايتو ستيرويدز لان فايتو معناها نبات ولو كانوا موجودين في الفطريات فطريات زي ايه؟ زي الخميره يست نوع من الفطريات طبعا في انواع كتير من الفطريات بنسميهم مايكرو ستيرويدز لان مايكرو معناها ايه؟ فطري ها؟ طيب اهم مثال على زو ستيرويدز طبعا الكوليسترول وده هندرسه بالتفصيل حالا دلوقتي ان شاء الله الفايتوستيرولز اللي موجودين في النباتات هرمون السيتوستيرول السيتوستيرول ده موجود في فين يا ترى؟ موجود في الزيوت في الزيوت فيها سيتوستيرول يا ترى ايه اهميته؟ it inhibits absorption of cholesterol بيقلل من امتصاص الكوليسترول طب يا ترى كله يقلل امتصاص الكوليسترول دي حاجه كويسه ولا وحشه؟ طبعا احنا لسه ما نعرفش دي حاجه كويسه ليه؟ لان احنا ممكن نصنع كوليسترول في جسمنا ما احناش محتاجين كوليسترول في الدم بالعكس احنا مصلحتنا ما ناخدش كوليسترول في الدم ناخده ليه؟ لان زيادته مضره ليه زيادته مضره الكوليسترول بيترسب في الشرايين ويعمل تصلب شرايين اثيروسكليروسيس يعمل اثيروسكليروس تصلب شرعي فاحنا مصلحتنا نقلل الكوليسترول عندنا مش نزوده فاذا مصلحتنا انه ما يحصلوش امتصاص احسن ده احنا بنخرجه بعد كده الكوليسترول وبنحاول نتخلص منه هنشوف ازاي اوكي فاذا كون السيتوسترول الموجود في الزيوت النباتيه يقلل امتصاص الكوليسترول دي حاجه كويسه وبالتالي ده يضيف الى ايه بقى؟ الى اهميه الزيوت النباتيه في الاكل. هل قلنا قبل كده اي فايده للزيوت النباتيه في الاكل يا ترى؟ الزيوت النباتيه فيها تمتاز بايه؟ طبعا اولا ايه الكيميكال نيتشر بتاع الزيوت النباتيه؟ تحتوي على الكبدوب انما مش هي هي ايه عباره عن ايه زيوت؟ الزيوت والدهون عبارة عن ايه؟ كيميكال تراي اسيد كليسترول نيوترال فاتس مش كده؟ يمتاز ايه بقى الزيوت النباتية عن الدهون الحيوانية؟ ان فيهم مور ان ساتوريت فاتي اسيدز فيهم اسينشال فاتي اسيدز يبقى من مميزات الزيوت النباتية اولا ان فيهم اسينشال فاتي
الأزمة اللي بتسمى طبعاً زي ما قلنا ما نقدرش نصنعه في اسمنا لازم تقولته نمرة اثنين ان فيهم سايتوسترول which may inhibit cholesterol absorption ودي حاجة مفيدة اوكي دي مميزات الزيوت النباتية وبالتالي زيوت نباتية لو استعمل زيوت نباتية بدل دهون حيوانية ده يقلل الكوليسترول في الجسم اوكي وفي اسباب اخرى تخليه كمان يقلل الكوليسترول هنعرفها ان شاء الله بعد ففي اهمية السايتوسترول طيب النوع الثالث بقى من الستيرويدز هو المايكوستيرويدز ومثال عندي ارجوسترول ارجوسترول ده موجود في اليست وده ممكن يتحول الى فيتامين دي 2 فيتامين دي 2 بيجي من الارجوسترول الموجود في اليست ادي فايده الارجوسترول بعد كده هنبتدي هنبص على الارجوسترول اولا شكله ايه مش مهم نحفظ ابدا الفورمولا بتاعته ده الاستراكشر بتاعه في ستيرويد رينج زي ما احنا عارفين اوكي في مثلا جروبس اللي شاكين في 10 وفي 13 ها وبعدين في سايد شين في نمره 17 سايد شين دي فيها 9 كربون اتوم زي ما احنا شايفين اوكي وفي او اتش في نمره 3 احنا قلنا دايما بنبص على 3 و10 و13 و17 3 فيها او اتش او مش هنحفظ الفورمولا بتاعته و10 و13 فيهم مثلا جروبس كل واحده وبعدين في سايد شين فيها 9 كربون في نمرة 7 ده تركيب الارجوسترول اما يتعرض للالترا فايلت فيز يتحول الى فيتامين دي وبرضه مش هنحفظ الاستراكشر بتاعه احنا مجرد كسرنا رينج بي من هنا ها مجرد كسرنا رينج بي من هنا والسي اتش 3 اللي شبكه في نمرة 10 تحولت الى سي اتش 2 ده الفرق الوحيد بين فيتامين دي 2 وبين الارجوسترول وحيث فيتامين دي 2 جاي من الارجوسترول بنسميه ارجو كالسيترول هي ترى سميناه كالسيفرول كالسيفرول توحي بايه بقى اللي له علاقه بالايه الكالسيوم ميتابوليزم ايوه فيتامين دي مهم جدا في الكالسيوم ميتابوليزم بيساعد على امتصاص الكالسيوم من الامعاء هناخد فيتامين دي بعدين ان شاء الله خلاص الكوليسترول مش هنتكلم عنه تاني يبقى ايه كل معلوماتنا عن الكوليسترول الموجود فين اولا في اليست وايه اهميته انه بيتعرض للاشعه فوق البنفسجيه الترا وايلت ريز بيتحول الى فيتامين دي بس هذه اهميه الابوستر ننتقل بقى للاهم قوي اللي هو الكوليسترول اولا ادي الاستراكشر بتاع الكوليسترول ده لازم نعرفه الكوليسترول في طبعا الستيرويد رينج اللي احنا عارفينها اوكي في طرف نمره 3 او اتش وعشان كده سميناه كوليسترول اول يعني الكحول يبقى في او اتش في نمره 3 في نمرة 10 و 13 هنشبك في كل واحدة سي اتش 3 ها؟ أنا في سي اتش 3 في 13 اهي وفي نمرة 10 طيب اللي شبكة في 13 هنديها نمرة 18 زي ما احنا كاتبين واللي شبكة في 10 هنسميها نمرة 19 ليه ما عملناش العكس يا ترى هنعرف بعدين ها؟ لأن بتاعة 10 دي ممكن تبقى مش موجودة يبقى مفيش غير بتاعة 13 بس عشان كده ادينا بتاع 13 ادينا نمره 18 وبتاع 10 اللي موجوده في معظم الاحيان طبعا ما عدا الاستروجين زي ما قلنا هنديها نمره 19 وبعدين في سايد شين فيها 8 كارب ها شبكه في نمره 17 دي 17 اهي اخر واحده في الرينج شبك فيها بعد كده هذا هذه السايد شين يبقى اول كربون هنديها نمره 20 لان خلاص ادينا 18 و 19 للاثنين دول يبقى اول كربون شبكه في 17 نمرة 20 واللي شبك فيها 21 22 23 24 25 26 27 في هنا 8 كاربس ها 8 فوق 19 يبقى التوتال 27 كارب اوكي ده تركيب الكوليسترول بالاضافه طبعا رينج بي فيها دبل بوند بين 5 و 6 ها خدوا بالكم 5 دي مشتركه بين A و B و6 موجوده في B في بينهم دبل ده تركيب الكوليسترول اوكي الكوليسترول موجود في جسمنا بالشكل ده وممكن ال او اتش دي نعمل لها ايه اسيدريفيكيشن كوليسترول از ان الكحول مش كده يبقى ممكن نعمل له استر مع ايه مع اسيد مين اهم اسيد يعمل معاه استر طبعا احنا بنتكلم عن ليبيدز يبقى فاتي اسيدز
مجرد ان فورمولا بتاعته RCOH مش كده، هنشبط الاثنين في بعض، هنشيل ايه من الاسيد وايه من الالكون، وايه من الاسيد وايه من الالكون، مظبوط. يبقى RCO ده اللي فضل من الاسيد اللي هو اسيل رابيكال، و O اللي فضلت من الالكون وشبكنا الاثنين في بعض، ويبقى الناتج بتاعك اسمه كوليسترول استر. استر او كوليسترول بنسميه كوليسترول استر. كوليسترول في جسمنا موجود جزئيا على هيئه كوليسترول نفسه، وكذلك على هيئه كوليسترول استر. كوليسترول نفسه في السيل ممبرينز، خد بالك الكوليسترول من المركب. كنت خدت السيل ممبرينز يا ولاد في الفيزيولوجي او الهيستولوجي؟ خدته مش كده؟ خدته ايه الاستراكشر بتاعه؟ اساسا زي ما بنعرف ان دي ليبيد باي لاير مش كده؟ عبارة عن ايه اساسا؟ فوسفوليبيدز. فوسفوليبيدز عامله ليبيد باي لاير، البولر جروبس ناحيه بره وفي الوسط الايه؟ الفاتس، مظبوط؟ انما ان بتوين انتركريتد بينهم كوليسترول. الكوليسترول موجود بينهم بين الفوسفوليبيدز. اوكي؟ تفتكروا ايه الجزء من الكوليسترول اللي يبقى ناحيه الخارج وايه اللي يبقى ناحيه الداخل؟ الاو اتش يبقى ناحيه الخارج لانها بولر، مظبوط؟ فاهم؟ وبقيه الكوليسترول الستيرويد يبقى ناحيه الداخل. والكوليسترول مهم جدا في السيل ممبرينز. هل يا ترى الكوليسترول يبقى هيك كوليسترول استر في السيل ممبرينز؟ لا. ليه لا؟ لانه ما هواش انفيباتيك. الكوليسترول نفسه ممكن يعتمد الى حد ما انفيباتيك. ليه بقول الى حد ما؟ لان الـ OH البولاريتي بتاعتها مش عاليه. مش زي الفوسفوليبيدز، الفوسفيت بولاريتي عاليه. والالكول اللي شارك فيها بولاريتي عاليه. انما هنا البولاريتي قليل قوي لانها اونلي 1 او اتش في كام؟ في 27 كاربون اتوم. يعني ممكن اقول عليها بولار وفعلا بتبقى انتركليتد بتوين فوسفوليبيد مولكيولز. اوكي؟ الكوليسترول الاسهل بقى ده الخزين اللي موجود في داخل الخلايا مش في السيل ميمبرينز، لانه هيدروفوبيك. ده توتالي هيدروفوبيك بقى، ما فيهوش ابدا بولار جروبس، فيري بولار جروبس ما فيش. وبالتالي ده بيبقى ستورد وذين سيلز. نعم، السيل ممبرينز بيبقى كوليسترول نفسه فري كوليسترول. ده بنسميه فري كوليسترول او كوليسترول خلاص. الثاني كوليسترول الاستر. استر كوليسترول ويث فاتي اسيدز. ده اللي بيبقى موجود ستورد وذين سيلز. اوكي؟ ادينا الاسم قبل كده الكوليسترول الاستر، سميناه واكس. مظبوط، وسميناه لانولين. بالظبط، سميناه لانولين. لانولين هو كوليسترول استر. دلوقتي فهمنا يعني ايه كوليسترول استر. لانولين ثاني نوع من الواكس عباره عن كوليسترول استر. كوليسترول مشابك فيه فاتي اسيد. اوكي. طيب يا ترى الكوليسترول نتوقع يكون ووتر فايبر ولا انسوليبل؟ نتوقع انسوليبل لان في 1 بولر جروب صغيره في وسط 27 كارب. فهو عموما انسوليبل ان ووتر، طبعا صوليبل ان بولر سولفنتس. سوري، صوليبل ان نون بولر. صوليبل ان نون بولر سولفنتس اللي هم الفات سولفنتس اللي هم الاورجانيك سولفنتس زي ما قلنا في مقدمه الليتكس. الكوليسترول الاستر طبعا ديفنتلي كوايت انسوليبل ان ووتر. ماتش ليس صوليبل عن الكوليسترول نفسه، وهو ده الاغلب اللي بيترسب فيه العليه الدمويه عشان يعمل الاثيروسكليروس، تصلب الشرايين. اوكي؟ الكوليسترول بيتصنع في جسمنا من ماده اسمها اسيتيل كوي او اكتيف اسيتيل. انا اعرف تفصيل الكلام ده في سنه ثانيه ان شاء الله. الكوليسترول زي ما قلنا زمان it is only found in animal tissues. Only in animal tissues. يعني مفيش نباتات فيها كوليسترول ابدا. امال فيها ايه نباتات؟ فيها سيتوسترول. والفنجاي قلنا فيها ايربوسترول. انما الكوليسترول only in animals. عشان كده قلنا مفيش اي زيت يحتوي على كوليسترول. اعلانات اللي تقول دايما ايه هذا الزيت لا يحتوي على كوليسترول، ايوه كل الزيوت لا تحتوي على كوليسترول. اوكي؟ مجرد الادعاية بس بنقول ان مفيهوش كوليسترول، لا كل الزيوت مفيهاش كوليسترول. It is only found in animal tissues. موجود فين؟ موجود في البلاد. أولا موجود in all tissues. ليه لازم الكوليسترول موجود in all tissues؟ لازم السيل ممبرينز، مظبوط. لازم السيل ممبرينز، السيل ممبرينز موجودة في كل tissue. إنما particularly فين يا ترى بقى؟ موجود بالذات في البايل بكثرة. ليه؟ لأنه excreted البايل. إحنا بنتخلص من الكوليسترول في البايل. وفي البايل كلمة كوليسترول
and the restitution كان موجود فين؟ في المايلين شيث. المايلين شيث عباره عن سيل ممبرينز مش كده؟ ففيها كوليسترول كتير. نتوقع الكوليسترول بتاعها هيكون كوليسترول ولا استريفايد؟ فري ولا استر؟ فري. يبقى فري زي ما قلنا السيل ممبرينز فيها فري كوليسترول. مظبوط. ها؟ موجود في البرين ولا الرستيشن كثره؟ موجود في الاي بي او في صفار البيت. في صفار البيت، يعني اللي عاوز يتجنب الكوليسترول ما ياكلش صفار البيت. اوكي؟ موجود كمان في الادرينال كورتكس وفي الجونادز وفي الليبر. ليه بقى؟ ليه موجود في الادرينال كورتكس بكثره؟ لان زي ما هنشوف كمان شويه ان الكوليسترول از ذا بريكيرسر اوف اول ستيرويدز ان ذا بودي. يعني ايه كلمة بريكيرسر؟ بريكيرسر يعني مادة تتحول إلى مادة أخرى. هدي مثال، في مواد اسمها كاروتينويدز دي في الجسم بتتحول لفيتامين A. مفهوم؟ في مواد اسمها إيه؟ كاروتينويدز بتتحول في الجسم إلى فيتامين A. يبقى نقول مين بقى بريكيرسر بتاع مين؟ الكاروتينويدز أو بريكيرسر أو فيتامين. الكوليسترول بيتحول إلى جميع الستيرويد كومباوندز إن ذا بودي. الكوليسترول بيتحول الى ستيرويد هرمونز، يبقى مين البريكيرسر بتاع الستيرويد هرمونز؟ كوليسترول. مين الكوليسترول بتاع الباي اسيدز؟ كوليسترول، لان الكوليسترول بيتحول الى باي اسيدز. عشان كده بقى الكوليسترول موجود بكثره في الادرينال كورتكس، لان احنا قلنا الادرينال كورتكس بتصنع ايه؟ الكورتيكويد، الجلوكو والمينرال كورتيكويد. موجود كمان في الجونادز، ايه هم الجونادز؟ لما الاوفريز اند ذا تيستس ان ذا ميل اند ذا اوفري ان ذا فيميل، الاثنين مع بعض بنسميهم جونادز. جونادز هم البرايمري سكس اورجنز، تيستس ان ذا ميل واوفري ان ذا فيميل. ها الجونادز دول فيهم كوليسترول كتير، ليه؟ لان بيصنعوا السكس هرمونز. ها التيستس بتصنع الميل سكس هرمون والاوفري بيصنع الفيميل سكس هرمونز، عشان كده فيهم كوليسترول كتير. وفي الليبر لان الليبر بيصنع كوليسترول وبيعمل منه البايل اسيدز وبيوديه الدم كذلك. اوكي؟ طيب زي ما قلنا من شويه الاعاده ان الكوليسترول في السيل ممبرين ده بيبقى فري كوليسترول. فري يعني ايه؟ يعني نوت استريفايد، يعني مش شارك فيه فاتي اسيد. ها؟ انما ستورد في الخلايا على ايه؟ على ايه؟ كوليسترول استر. بيبقى استيرفايد ويز فاتي اسيدز. البلازما فيها ايه؟ فيها فري ان استيرفايد كوليسترول، الاثنين موجودين في البلازما. وقلنا لو زاد بالاخص الاستيرفايد يعمل لي ايه؟ تصلب شرايين، اثيروسكليروسيس يتصلب يترسب في الاوعيه الدمويه ويعمل تصلب شرايين اللي بنسميها اثيروسكليروسيس. اوكي؟ ما ننساش ان الكوليسترول از ذا بريكيرسر of all steroid compounds in the body. خلاص؟ شفنا تركيب الكوليسترول وتركيب الكوليسترول ايستر. ما مصير الكوليسترول في الجسم؟ يتحول الى المواد الخام اللي قلنا عليها. زي ايه؟ في الادرينال كورتكس وفي الجونادز بنعمل ستيرويد هرمونز. طبعا في الادرينال كورتكس بنعمل كورتيكويد وفي الجونادز بنعمل سكس هرمونز. اوكي؟ في الليبر الكوليسترول بيتحول الى بايل اسيدز اللي بعد كده هنشوف بيتحولوا لحاجه اسمها بايل سولز، املاح صفراء. اوكي؟ الكوليسترول بيحصل له ريدكشن باي انتستينال بكتيريا، البكتيريا اللي موجوده في الامعاء بتعمل ريدكشن للكوليسترول. يعني ايه ريدكشن؟ يعني تضيف عليه ايه؟ هيدروجين وفود وتحوله الى كوبروستانول او كوبروسترول. كوبروستانول او كوبروسترول الاثنين حاجه واحده. اوكي؟ وجزئيا برضه ممكن بالانتستان البكتيريا يتحول الى كوليسترول. هو الحقيقه جزئيا في جسمنا وجزئيا في الانتستان البكتيريا يعمل كوليسترول. ده حاجه ثانيه هنشوف هي ايه بالظبط وايه العلاقه بينها وبين الكوبروستانول. بس معظمه بيتحول الى كوبروستانول، قليل من الكوليسترول. في الجلد الكوليسترول بيتحول لماده اسمها 7 دي هايدروكوليسترول، وبالتعرض للالترا وايت ريز بيتحول الى فيتامين دي 3. ال 7 دي هايدروكوليسترول بيتحول الى فيتامين دي 3. نشوف بقى الاول ايه هو الكوبروستانول والكوليسترول. قلنا الاثنين دول ايه؟ ريدكشن برودكتس اوف كوليسترول.
الانتستين البكتيري على الكوليسترول. ايه الفرق بين البروستانول ده وبين الكوليسترول؟ لازم بالظبط معانا ايه ان الدبل بوند اللي كانت موجوده هنا بين 5 و 6 راحت. كان في دبل بوند هنا راحت، معناه ان انا ضغطت ايه 200 راحوا بين 200 واحد راح ل 5 واحد راح ل 6. 6 كانت ايه؟ كانت ما دام في هنا دبل بوند يبقى 6 كانت سي اتش، اصبحت دلوقتي ايه سي اتش 2. و5 كانت ايه؟ كانت سي بقت سي اتش. الاتش انا كتبتها دلوقتي. ليه كتبتها؟ انا ممكن ما اكتبهاش، كتبتها عشان اوري يعني هي الفا ولا بيتا. في الكوبروستانول الهيدروجين اللي شبك في نمره 5 از ان ذا بيتا بوزيشن، عشان كده مثلته ايه؟ بخط مستمر. طب لو عملت خط منقط معناها ايه؟ الفا بوزيشن، ويبقى حاجه ثانيه، يبقى ايسومر للكوبروستانول، يبقى اسمه كوليسترول. يبقى اسمه كوليسترول. كوليسترول ده بقول محتمل يتعمل في الانتستين الكتير انسان، ومحتمل جزء ضئيل جدا يتعمل باي الانتستين البكتيريا. اوكي؟ الانتستين البكتيريا الناتج بتاعها الرئيسي كوبروستانول مش كوليسترول. يعني الاساس في الستول كوبروستانول وليس كوليسترول، في قليل جدا من الكوليسترول اللي فيه هنا. يبقى ايه العلاقه بين الكوبروستانول والكوليسترول؟ ايسومر. اي نوع من الايسومر؟ اوبتيكال ايسومرز مظبوط، ويعتبر انومرز في نفس الوقت. ولا انومرز ما تنفعش ايه؟ واحد بس انا عاوز اعرف دي صح ولا غلط؟ عاوزين نصلحها، حاجه قريبه. انومرز يعتبروا انومرز مش انومرز، يعتبروا انومرز. الانومرز دي بتطلق بس على الكربوهيدرات وبس على بوزيشن نمره واحد في الاندو كومباوندز او نمرتين في الكيتون. الانو مطلق ده بس على الكربوهيدرات زي ما قلت قبل كده، على الكربون نمره واحد الفا ولا بيتا. لو كان انو شوجر كان السايكليك ستراكشر ريك ستراكشر بيتعمل مع الكربون نمره واحد في حاله الانو شوجر، عشان كده الكربون نمره واحد في الانو شوجر بنسميها ايه؟ انوميريك كاربون، هي اللي بتحدد اي نوع من الانو الفا ولا بيتا. لو كان كيتو شوجر كربون نمره 2. انما ايبي مارز عامه اي حاجه، فهنا دول يعتبروا بالنسبه لبعض ايبي مارز، يعتبروا اوبتيكال ايسومارز، يعتبروا ايه؟ اوبتيكال ايسومارز. طيب ايه الفرق بين المركب اللي مرسوم هنا ده وبين الكوليسترول؟ الفرق الوحيد اللي مرسوم باللون الاحمر اللي هو دبل بوند بين 7 و 8، بين الكربون 7 و 8 في دبل بوند، ده الفرق الوحيد بين ده وبين الكوليسترول. ادروايز هو كوليسترول في الاستيرويد رينج، في الماسك جروبس بتوع 10 و 13، في الاو اتش بتاعت نمره 3، وفي السايد شين اللي هي 8 كاربونز في نمره 7. بالظبط زي الكوليسترول، وفي دبل بوند اللي بين 5 و 6. انما اضفنا كمان دبل بوند بين 7 و 8 يبقى هنسمي المركب ده ايه بقى؟ قلنا لما نشيل هيدروجين من المركب نسميه ايه؟ دي هيدرو، زي ما قلنا في المقدمه. فده هنسميه دي هيدرو كوليسترول. طب دي هيدرو منين بقى؟ شيلنا الهيدروجين منين؟ بين كام وكام قلنا؟ 7 و 8، هتحط رقم 7 اللي هو الرقم الاصغر. يبقى 7 دي هيدرو كوليسترول. ايه اهميه 7 دي هيدرو كوليسترول ده؟ ده بيتعمل جزئيا في الليفر وجزئيا في السكن، وبعدين في السكن بيتعرض للالترا فايلت ريز ويتحول الى فيتامين دي 3. زي ما حصل لمين قبل كده قلنا؟ ارجوسترول. ايه الفرق او ايه العلاقه بين ال 7 دي هيدرو كوليسترول وبين الارجوسترول؟ مش مهم قوي نعرف لان مش هنحفظ الاستراكشر بتاع الارجوسترول. الفرق الوحيد في الارجوسترول فيه هنا دبل بوند وفيه هنا ماسك جروب زياده، بس ادي الفرق. يبقى هو ده الفرق بين فيتامين دي 2 بتاع الكوليسترول وبين فيتامين دي 3. دي 3 ما فيهوش هنا دبل بوند وما فيش هنا ماسك جروب زياده. اوكي؟ ادي فيتامين دي 3. وحس ان فيتامين دي 3 مشتق من ايه؟ من الكوليسترول، فبنسميه كولي كالسيفرول. كولي عشان جاي من كوليسترول. ففي فيتامين دي 2 سميناه ايه؟ ارجو كالسيفرول. ليه؟ لان جاي من ارجوسترول. انا جاي من ارجوسترول بنسميه ارجو كالسيفرول،
فيتامين دي 2 هذا ده جاي من الكوليسترول فبنسميه كولي كالسيوم برضه طبعا مهم جدا في الكالسيوم ميتابوليزم عشان كده سميناه كالسيبرول وكولي عشان جاي من الكوليسترول او اصح من السمن دي هايبوكريس ازاي السمن دي هايبوكريسترول الثاني يتحول الى فيتامين دي 3 ها باي اكسبوجر تو ايه الترا فايولت ريز عشان كده التعرض لأشعة الشمس مفيد جدا ليه بيديني فيتامين دي 3 من أهم مصادر فيتامين دي 3 التعرض لأشعة الشمس أوكي؟ طب يا ترى نتعرض للشمس إمتى عشان ناخد منها ألترا فايولت ريز؟ صباح الباكر ولا قبل الغروب في وسط النهار؟ ما نعرفش كده؟ كلها شمس مش كده؟ دي برضه بتساعد على solubility of cholesterol in body
لو اي منهم قل يحصل ايه الكوليسترول يترص في البطن ويعمل كوليسترول ستونز يعمل حصو من الكوليسترول في البطن اوكي فالفوسفوليبيدز مهمه في البايل والبايل سولز مهمه في البطن بايل سولز جايه من البايل اسيدز اللي مين اللي بيفرزها برضه الليفر الليفر هو اللي بيفرز البايل سولز ان بايل اوكي بيعملهم من ايه البايل اسيدز بيعمل البايل اسيدز من الكوليسترول يعني الليفر بيحول الكوليسترول الى بايل اسيدز وبعدين الى بايل سولز وبعدين ينزل في البايل ليه عشان يمنع ترسيب الكوليسترول ولي اسباب الاخرى هنقولها ان شاء الله بعد ما نتكلم كلمتين عن البايل اسيدز البايل اسيدز يعتبروا مشتقين كلهم من المركب ده المركب ده اسمه كولانيك اسيد اوكي المركب ده الكولانيك اسيد عباره عن ايه؟ عباره عن الستيرويد رينج اللي فيها كام كربون قلنا؟ 17 وبعدين فيها الميثيل جروبس اللي قلناهم اللي شابكين في 10 و13 اللي هم نمرتهم 18 شابكه في 13 و19 شابكه في 10 يبقى لغايه دلوقتي كام كربون اتوم؟ 19 وبعدين قال لي 5 كربون كمان يبقى 14 ها؟ 5 كربون هوم سايد تشين شابكه في نمره كام؟ في 17 ادي 1 2 3 4 5 وتنتهي بكربون وعشان كده سميناه اسيد ها كولانيك اسيد ايه الكولانيك اسيد ده يا ترى هل يا ترى الليفر بيعمله نو امال ايه هو الكولانيك اسيد ده هايبوثيتيكال كومباوند يعني ايه هايبوثيتيكال ثاني يعني نظري يعني له وجود ولا ليس له وجود ليس له وجود ها هذا المركب ليس له وجود في النيتشر خالص ممكن نصنعه عمليا بس ملوش قيمه يعني سؤال لو انا صنعت الكولانيك اسيد ده عمليا وكلته هل يتحول الى بايل اسيدز؟ نو ما يتحول امال مين البريكيرسر بتاع البايل اسيدز؟ كوليسترول قلنا الكوليسترول هو البريكيرسر اوف اول ستيرويد كومباوندز ان اور بودي اوكي طب امال ليه اخترعنا لي هذا المركب؟ لان ده يعتبر النيوكليس بتاع البايل اسيدز البايل اسيدز كلهم مشتقات من هذا المركب مشتقات بمعنى ايه؟ كيميكال مش بيولوجيكال ايه الفرق بين كيميكال وبيولوجيكال؟ كيميكال يعني انا احط كيميكال جروبس كده من عندي. انما بيولوجيكال يعني ايه؟ يعني في داخل الليفنج اورجانيزم. ها؟ في جسمي الكولانيك اسيد ده ما يتحولش لبايل اسيد. امال مين التاني اللي بيتحول لبايل اسيد؟ كوليسترول. اوكي؟ نعرف بعدين السنه الجايه ان شاء الله ازاي الكوليسترول بيتحول الى بايل. مين هم بقى البايل اسيد فعلا اللي موجودين في جسمي؟ اول واحد هنسميه كوليك اسيد. أول واحد اكتشفناه سميناه كوليك أسيد. ليه سميناه كوليك أسيد؟ لأن كوليك أسيد يعني أنا لسه قايل كوليك يعني إيه؟ يعني يعني بايل أسيد، كلمة كوليك أسيد تساوي بايل أسيد. ها؟ لأن كول يعني إيه قلنا؟ بايل، فكوليك أسيد معناها بايل أسيد. أوكي؟ الكوليك أسيد يختلف إيه عن الكولانيك النظري الذي ليس له وجود، اللي فيه ثلاثة أو إتش ها؟ شاكين فين يا ترى؟ في ثلاثة وفي سبعة وفي 12. يعني كوليك أسيد يعتبر 3 7 12 تراي هيدروكسي كولانيك أسيد. عرفنا بقى أهمية الكولانيك أسيد هو النيوكليس بتاع البايل أسيد. إنما هو الثاني ليس له وجود ولو كان ما يتحولش إلى بايل أسيد. ليس كوليك أسيد، ده أول واحد اكتشفناه. اكتشفنا واحد تاني سميناه كينو هنعرف بعدين يعني ايه كينو دي اوكسيكوليك اسيد ايه الفرق بين الكينو دي اوكسيكوليك اسيد والكوليك اسيد يا ترى؟ ال او اتش بتاع نمره 12 مش موجود يعني الفرق بينهم اكسجين ناقص مش كده؟ اكسجين لان في الواقع هنا في الكوليك اسيد نمره 12 فيها ايه؟ هيدروجين او اتش بس احنا ما بنكتبش الحركه اي هيدروجين موجوده ما بنكتبهاش نكتب حاجه غريبه انما الهيدروجين موجود يبقى الباقي نكمل بهيدروجين باقي ها يعني مثلا نمره واحد ايه؟ CH2 مش كده؟ نمره اثنين كذلك CH2 طب نمره ثلاثه ايه؟ CHOH بس الاتش ما بنكتبهاش لازم نكمل بوند الاربعه دي مش كده؟ طيب المهم ان نمره 12 CHOH تحولت الى ايه بقى؟ شلنا الاو فاصبحت سي اتش 2 يبقى ده الفرق الوحيد يبقى معناها ان احنا شلنا اكسجين من نمره
كوليك اسيد. اوكي؟ وحطينا عليه كيلو عشان نميزه. ليه عشان نميزه؟ لان اكتشفنا قبليه واحد تاني هنشوفه حالا دلوقتي وسميناه دي اوكسي كوليك. فعشان نميزه عن الدي اوكسي كوليك هنسميه كيلو دي اوكسي كوليك. الاثنين دول الكوليك اسيد والكيلو دي اوكسي كوليك اسيد بيتعملوا في الليفر وبيبقوا سكيتد انفايرمنت. عشان كده بنسميهم برايمري بايلز. يعني ايه برايمري؟ يعني اولي، مش كده؟ برايمري يعني اولي، يعني اولي، يعني دول اول ما صنع في الليفر من الكوليسترول. يعني الليفر بيحول الكوليسترول الى ايه؟ الى كيلو دي اوكسي كوليك اسيد وكوليك اسيد. اوكي؟ وبالتالي الاثنين دول بنسميهم برايمري بايلز. طيب البايل اسيد هنشوف بعدين بيتحولوا الى بايل سولت وبعدين ينزلوا في البايل، يعني ما بينزلوش في البايل اسيد، بينزلوا از ايه؟ بايل سولت، املاح صفراء مش احمر صفراء. هنعرف بعدين كمان شويه صغيرين ان شاء الله يعني ايه بايل سولت، ايه العلاقه بينهم وبين البايل اسيد. المهم الاساس فيهم طبعا هم البايل اسيد. طيب ودول بعد كده لما ينزلوا في الامعاء يحصل لهم ايه؟ يتعرضوا للبكتيريا الموجوده في الامعاء. احنا قلنا من شويه البكتيريا فلورا اللي هي البكتيريا اللي بتعيش في الامعاء بتعمل ايه في الكوليسترول؟ ريدكشن وحولته الى كوبروسترول، مش كده؟ البكتيريا فلورا كمان بتاثر على البايل اسيد وتعمل لها برضه ريدكشن. ازاي تعمل لها ريدكشن؟ شوف كده الكوليك اسيد يتحول الى المركب ده، ايه الفرق بين المركب ده وبين الكوليك اسيد؟ ايه الفرق بين هذا المركب وبين الكوليك اسيد؟ الاويش بتاعت نمره 7 ما فيش. شلنا الاو من نمره 7 عشان كده سميناه دي اوكسي كوليك اسيد. احنا اكتشفنا في الاول الكوليك اسيد وبعدين اكتشفنا الدي اوكسي كوليك اسيد. بس ما نشاش الدي اوكسي كوليك اسيد هل الليبر بيعمله؟ لا، امال بيعمل ايه؟ كوليك اسيد والبكتيريا هي اللي بتحول الكوليك الى دي اوكسي. اوكي؟ البكتيريا الموجودة في الأمعاء بإنها بتشيل الـ OH بتاعت نمرة 7 وتعمل لي دي أوكسي كوليك أسيد. طيب قلنا الليفر كمان بيعمل مركب آخر دي أوكسي اللي هو كيلو دي أوكسي كوليك أسيد. البكتيريا برضه تشيل منه الـ OH بتاعت نمرة 7 ويتفضل لي هذا المركب اللي هنسميه ليثو كوليك أسيد. طب عرفنا ليه سمينا ده دي أوكسي كوليك أسيد؟ لأن إيه؟ ينقص إيه؟ أكسجين بتاعت نمرة 7 عن الكوليك اسيد. وعرفنا اللي الليفر عمله وسميناه كيلو دي اوكسي كوليك اسيد، ليه سميناه كده؟ لانه برضه ينقص بس ينقص نمرة 12 بقى عن الكوليك اسيد. الاوكسي بتاع نمرة 12 اتشال فكيلو دي اوكسي كوليك اسيد. اوكي؟ ما ننساش الكوليك والكيلو دي اوكسي الاثنين برايمري وايت اسيد، يعني ايه تاني برايمري؟ يعني سينثيسايد باي ذا ليفر. سينثيسايد باي ذا ليفر. وهو الاثنين في الانتستن عن طريق الانتستن البكتيريا بيحصل ايه بقى؟ بيحصل 7 الفا دي هيدروكسيليشن. يعني ايه كلمة 7 الفا دي هيدروكسيليشن؟ يعني بنشيل الـ OH بتاعت نمرة 7 وايه الفا اللي حطيناها دي؟ لأن الـ OH كانت بوزيشن. يعني ايه الفا بوزيشن تاني؟ يعني بلو ذا بلين اوف ذا مولكيول. عشان كده بنمثلها خط ايه؟ من عندنا. انترابت لاين دوت لاين. اوكي دوت لاين دوت لاين دوت لاين الاو اتش بتاعت 7 و3 و12 كلهم الفا بوزيشن. فالسيفن الفا دي هيدروكسيليشن بيتم بالانتستن البكتيري بالطريقه دي. الكوليك بيتحول لديوكسي كوليك والكيلو ديوكسي كوليك بيتحول الى ليثو كوليك. طب عرفنا ليه سميناها دي اوكسي والتاني كيلو دي اوكسي وكيلو للتمييز ومش مهم نعرف كيلو بالذات جت منين؟ هما الليثو كوليك اسيد سميناه ليثو يعني ليه بقى؟ لان كلمه ليثوس باللاتيني معناها ستون. ليثوس تاني يعني ايه؟ ستون. ستون يعني ايه؟ حصوه. يعني حصوه. فتفتكروا بقى ليه ده سميناه ليثو كوليك؟ لكن موجود في الحصو اللي موجود في المايه، مش كده؟ طب اشمعنى ده بالذات يبقى موجود في الحصو؟ والبوليك اسيد ما يبقاش موجود؟
ليه ده معرض اكتر يبقى موجود في الحرب؟ طبعا الحرب معناها ماده بتدوب ولا ما بتدوبش؟ ما بتدوبش. مين اقل واحد في الاربعه دول يدوب؟ مين اكتر واحد يدوب اولا؟ فوليك اسيد حاسبين ثلاثه او اتش، وبعديه الدي اوكسيفوليك والكيلو دي اوكسيفوليك لان في اتنين او اتش. اللي في فوليك هو اللي صالح لان في 1 او اتش. عشان كده هو اخر تعرضا للتفسير ليست فاليبل، وعشان كده سميناه ليثو فوليك اسيد. اوكي، في مركب اخر اسمه اورثو دي اوكسي فوليك اسيد، ده موجود في جسمنا بقله جدا. وده بنستعمله كدواء، ده بنستعمله كدواء الاورثو دي اوكسي فوليك اسيد. فمش هنتكلم عن ايه عشان ما نطولش، انما هتسمع عنه في الفارماكولوجي ان شاء الله في سنة تالتة، مش في سنة تالتة. طيب احنا قلنا الفوليك اسيد بتتحول الى بايل سولت، فكيف يتم ذلك؟ الفوليك اسيد همثله في ار سي او اتش، يبقى الار دي تمثل ايه؟ كل الموليكيول ما عدا الكربوكسيل جروب، مش كده؟ الار دي تمثل كل الموليكيول ما عدا الكربوكسيل جروب كتبتها ار سي او اتش. عارفين كل الفوليك COOH مش كده؟ في اخر سايد شين اللي قلنا فيها خمسه كاربون تنتهي بكربوكسيل، عشان كده هم اسيدز بايل اسيدز. فالنفر ده يمثل البوليك اسيد ار سي او اتش. ده في الليفر بيتشبك مع ماده اسمها جلايسين، والجلايسين ده هنسمع عنه ان شاء الله في البروتين كيمستري، هو واحد من الامينو اسيدز. نشبكهم مع بعض ازاي؟ الكربوكسيل جروب بتاع البوليك اسيد مع الامينو جروب بتاع الجلايسين، نشيل او اتش من الكربوكسيل جروب وهيدروجين من الامينو جروب ونشبك الاثنين في بعض، يبقى اسمه جلايكوفوليك اسيد. جلايكوفوليك اسيد جلايسين مع فوليك اسيد، او اسم اصح ولو انه مش مستعمل قوي كولين جلايسين. كولين جلايسين، كولين جلايسين هو الجلايكوفوليك اسيد، عباره عن فوليك اسيد مشابك فيه جلايسين. ايه جلايسين ده تاني؟ ده وان اوف ذا امينو. ممكن بدل ما نشبك مع جلايسين نشبك مع واحد مادة تانية اسمها تورين. التورين عبارة عن أمين جروب، وبعدين اثنين سي اتش 2، وبعدين سالبونين جروب اس او 3 اتش. طبعا دي بولر جروب قوية، اس او 3 اتش زي الكربوكسيل جروب. برضه الأمين جروب بتاع التورين زي الجلايسين، الأمين جروب بتاعته هي اللي هتشبك مع الكربوكسيل بتاع البوليك اسيد، وتعمل تورو بوليك اسيد او كولين تورين. طب وبعدين الهيدروجين بقى بتاع جلايسين بتاع كربوكسيل جروب بتاع جلايسين او السلفونيك جروب بتاع التورين، هما اللي بعد كده هنشيل الهيدروجين ونحط بدلها صوديوم او بوتاسيوم، ونعمل صوديوم جلايكوبوليت او صوديوم تورو بوليت، وهم دول البايوسولتس. البايوسولتس هم تاني عباره عن البايل اسيد شابك فيه جلايسين او تورين، وبعدين عامل ملح صوديوم سولت مثلا، فيبقى اسمه صوديوم جلايكوبوليت او صوديوم تورو بوليت. هم دول البايل سولتس. واضح ان في جزء منهم بورر قوي مش كده؟ اللي هو جزء خاص بالتورين او الجلايسين، وبعدين في جزء نان بورر الى حد كبير اللي هو البايل اسيد اتسلم، لان الاستيرود رينج نفسها نان بورر. وعشان كده يبقوا ايه بقى؟ يبقوا امفيفاتيك. البايل سولتس يعتبروا امفيفاتيك، وما دام امفيفاتيك يبقى بيعملوا وظائف شبيهه باللي قلناها في الفوسفوليبس. بيساعدوا على الديموتيفيكيشن اوف فات، وبالتالي يساعدوا على الدايجستشن اند ابسوربشن اوف فات. عرفنا بقى ليه البايل سولتس املاح صفراء بتساعد على هضم وامتصاص الدهون؟ لانها امفيفاتيك، فيها بولر ونان بولر، بتساعد على الديمالسيفيكيشن، وما دام ساعدنا الديمالسيفيكيشن زودنا سيرفيس اريا، يبقى اللايبيز انزايم يقدر يشتغل ويكسر الدهون، وبالتالي هضم الدهون تاني، يعمل فيردر ديمالسيفيكيشن ويحصل امتصاص للدهون. طب يبقى لو نقصت البايل سولتس يحصل ايه؟ هضم وامتصاص الدهون ما يحصلش. هل البايل سولتس نفسهم يعتبروا انزايم؟ لا، انه بيساعدوا الاكشن اوف انزايم. مين الانزايم اللي بيهضم الدهون؟ لايبيز. لايبيز ده معظمه جاي منين؟ من البنكرياس. بنكرياس هو اللي بيطلع لايبيز انزايم، ده
الديزاين اللي بيخدم الدهون، انما ما ينفعش يشتغل الا اذا كان في ايه لايف سورس. يعني لو الليفر ما عملش لايف سورس اللايفيز ما يقدرش يخدم الدهون، ها، وبالتالي الدهون يجرالها ايه؟ تنزل في الستوس. اوكي؟ تنزل في الستوس. طيب يبقى ايه اهميه البلد سولتس؟ دي هيلب ايمالسيفيكيشن اوف فات، يبقى بيساعدوا الدايجيشن اوف فات. دي هيلب فيرلر ايمالسيفيكيشن، يعملوا ماي سيلز مع البرودكتس اوف دايجيشن، وبالتالي يساعدوا الابسوربشن اوف فات. وجودهم مع الفوسفوليبيد في البايل بيمنع ترسيب الكوليسترول. اوكي؟ كمان بيستيموليت ذا سكريشن اوف بايل، بيساعدوا على افراز الصفراء. الحاجه اللي بتساعد على افراز الصفراء بنسميها كولاريتيك. كلمه كولاريتيك تاني يعني ايه؟ بتزود افراز البايل. اذا زودنا افراز البايل، زودنا السكريشن اوف بايل، يبقى الماده اللي بتعمل كده اسمها كولاريتيك. البايل سورس ليها كولاريتيك اكشن، يعني دي انكريس أو stimulate the secretion of bile. ما ننساش إن البايل أسيد يعتبروا ميجور اكسكريتوري برودكت أوف كوليسترول. يعني إيه؟ يعني جزء كبير من الكوليسترول بيتحول إلى بايل أسيد، وبالتالي الجسم بيفرزه وبينزله في الدم. واضح الكلام؟ يبقى دي أهمية البايل أسيد و